أهلا، بفيديو اليوم راح نسوي ورق عنب ب25 دقيقة ومرة حامض وناطع. في طاوة على النار راح أضيف زيت زيتون وبصل وراح أحرك شوية، بعدين راح أضيف ثوم وفلفل حار ومعجون طماطم وطماطم مقطعة، وراح أضيف كمان كزبرة ودبس رمان وملح وبهارات وليمون، وآخر شي راح أضيف الرز اللي نقعته من قبل، ولو احتاج شوية ماي راح نضيف، وبعدين راح أحرك شوية وأطفي النار. وللتشريبة عندي هنا زيت زيتون وموية ومعجون طماطم وكمان ليمون ودبس الرمان وملح وملح الليمون وفلفل حار. وهنا عندي ورق العنب راح أضيف عليه الحشوة اللي عملناها مع بعض، وبعدين راح ألفه بالطريقة هذه. وفي القدر راح أضيف شرايح البطاطس والورق العنب، وبعدين التشريبة وراح أغطي عليه. راح أضبط الوقت على 25 دقيقة، وطبعا بعد ما انتهى الوقت راح أطلع البخار، بس الأفضل ما نفتح القدر إلا بعد ما يبرد الورق العنب معانا. وبكذا ألذ وأسرع ورق عنب صار جاهز معانا. طبعا الطعم حامض وناطع على الآخر، من جد ضروري تجربوه، وبألف عافية علينا وعليكم.